Hadi anne. بين هذه الألوان والأشكال المتعددة لحبات الخرز، وجدت السيدة لميس مساحتها الخاصة لصناعة مختلف الأشكال من عقود وأساور وتصاميم فنية. يعتبر الخرز من المهن القديمة التقليدية التراثية، تعبر عن فن وأصالة الزمن الماضي. أحببت أنا أنه أقوم بهذه الأعمال اليدوية من مادة الخرز بالذات لإحياء التراث، كوني أنا يعني من محبين التراث والأعمال اليدوية والفنية. حرفة الأشغال اليدوية بالخرز تعتبر من المهن التقليدية الشعبية التي لا زالت تستقطب الأيدي العاملة للسيدات، فتحولت من موهبة إلى عمل يعينهم على كسب رزقهم. هدفي من هذه الأعمال هي تسليط الضوء على تراثنا القديم، التراث الجميل، الماضي الجميل بكل ما فيه من أصالة وعراقة. لمست بأعمالي الفنية فعلا فيها لمسة جميلة من التراث، لاقت إقبال شديد يعني من حيث زواقين لهذه الأعمال اليدوية. وجدت فيها أيضا أنه ممكن أنه بعض الزوار يقتنوا بعض الأعمال من كهدايا إلى الأصحاب الأصدقاء من سفر من مكان إلى مكان. من خلال المعارض التي أقمناها كان في إقبال شديد على شراء هذه المنتوجات كونها تصلح لهدايا للأصحاب والأقارب. أتمنى أن من كل سيدة أن تكتشف في نفسها الملكة الموجودة لديها وتقوم بمشروعها الخاص بها، ومع المثابرة ومع الطموح ومع استمرارية التعلم أيضا أكيد ستحصل على الغاية المرجوة منها. من خلال أعمال متنوعة بالخرز استطاعت لميس أن تترك بصمة في عالم الأشغال اليدوية التي تظهر من خلالها الفن والإبداع والتميز والتراث. فهذه الأعمال تعتبر رافداً مهماً للحرف التقليدية التي تشكل جزءاً من ثقافة المجتمع.